السلام عليكم احبائي، غاديين مع سيدنا رمضان، كل شيء مزيان، الله يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الاعمال. كيف ما كتشوفوا اليوم هذا واحد العراضه ديال السيده من العائله، سي ما كوزين، عرضت علينا وبغات تكبر بينا، الله يكبر بها. عراضه في مدينه فاس، ماشي في رباط النواحي، يعني رحنا شادين الطريق. نخليكم مع الصور، نخليكم مع الفيديو، ومنها ني تشوفوا افكار العراضة هماوية، فطور وسحور، وبيان سور ديك لا بتيت بوز كافي. خليكم مع الفيديو وتابعوني دائما من اجل مزيد على قناتكم عالمي الخاص. شكرا. Thank you.
ترجمة